شكرا لكم زملائي في الاستوديو، واسعد الله اوقاتنا واوقاتكم متابعينا مشاهدينا الاعزاء، حياكم الله ويانا في فقره وجوله جديده من هذا السوق الجميل، من هذا السوق المميز طبعا، من سوق الجبيل وايضا من قسم الاسماك. بنستعرض ان شاء الله فيها وياكم اليوم مجموعه الاسماك اللي وصلت عندنا اليوم طبعا، واليوم الاسعار ما شاء الله والحمد لله ايضا اسعار طيبه. بنبدا طبعا وياكم من الدتشات الموجوده عندنا هنا، عندنا من القوارب الصيد الصغيره وعندنا ايضا الاسماك المستورده، لكن اول الدتشات معروفه كلها من الاسماك الاسماك المحليه مشاهدين الاعزاء طبعا، من الشعري والجش وعندنا الهامور وعندنا ما شاء الله انواع كثيره من الاسماك. بنشوف وياكم طبعا هنا اليوم اقبال على اسماك الشعري، لان اليوم الشعري اسعاره جدا اسماك الشعري يعني اسعاره جدا طيب، اليوم تقريبا السعر واصل 20. بنشوف وياكم من اخونا روبل. روبل السلام عليك. السلام عليكم، كيف حالك يا روبل؟ الحمد لله، يعطيك العافيه. أيوة. ما شاء الله اليوم ب 20. ايوه شعري كيلو 20 على 20 درهم. شل اسمك فوق شوي جزاك الله خير. طبعا اسماك قوارب الصيد الصغيره مشاهدينا الكرام وصلت اليوم عندنا بكميات طيبه، بالذات عندنا اليوم الشعري شرام ما خبرتكم، اليوم السعر على 20 درهم للكيلو، وكميه ما شاء الله ايضا طيبه واحجام مختلفه، عندنا الكبار وايضا الصغار والوسط، وعندنا ايضا اليوم ما شاء الله الحلوايو. حلوايو 60 على 60. أيوة. حلوايو دائما سعرها ثابت على 60 و55 ما تنزل عن السعر هذا، فسعرها اليوم ايضا على 60 درهم. وهناك عندنا ايضا الصال اليوم يا روبل، صال كيلو 25 25. أيوة. الصال اليوم على 25 درهم ما شاء الله شرم ما شفون، عندنا ايضا احجام مختلفة وايضا كمية طيبة. وهناك عندنا ايضا الشخيل او الباشخيل، باشخيل 25 25، الباشخيل على 25 درهم اليوم، السعر ثابت على ال 25 درهم مشاهدينا الاعزاء. طبعا من فترة الشعري دائما سعره بين ال 30 25 و 20 درهم، لكن اليوم عندنا الشخيلي على 25 والشعري اليوم ايضا على 20 درهم، والحلوايو سعرها ثابت الى الان على 60 درهم مثل ما خبرتكم، هي بين ال 60 وايضا ال 55 درهم، لكن ما تنزل اكثر عن كذا. وهني عندنا ايضا اليوم روبل ما شاء الله كميه طيبه من الصافي. صافي كيلو 15 15 درهم. أيوة. 15 درهم اليوم عندنا الصافي، الاحجام هذه اللي يشوفونها عندنا الصغيره ما شاء الله، وهناك عندنا ايضا الاحجام الكبيره كم؟ كبير كيلو 25 على 25. أيوة. 25 درهم اليوم عندنا سعر كيلو الصافي، الصافي عندنا الاحجام الصغيره وعندنا ايضا اليوم الاحجام الكبيره على 25 و20 درهم ما شاء الله، طبعا مثل ما تشوفون كميه طيبه واحجام مختلفه عندنا اليوم مشاهدينا الاعزاء. وهني عندنا ايضا اليوم اللي هي طبعا اللي هي ام الحلا. جش 30 على 30. أيوة. على 30 اليوم جش ام الحلا، وعندنا ايضا البياح اليوم. بياح كيلو 20 على 20، البياح اليوم على 20 درهم، وهناك عندنا ايضا حمرة. الحمرة كم؟ حمرة 50 50 درهم، الحمرة. أيوة. على 50، وهناك عندنا ايضا الهامور اليوم. هامور كيلو 40 40، من القوارب الصيد الصغيرة طبعا وكمية توها واصلة متابعينا الاعزاء وعلى 40 درهم، مثل ما تلاحظون الان واللي يتابع هذه الفقرة يعرف ان اسماك الهامور الى الان سعرها جدا طيب، يعني واصل سعرها تقريبا ال 40 درهم والسعر ما تغير مشاهدينا الكرام. بنكمل وياكم نحن جولتنا مشاهدينا الاعزاء، بننتقل وياكم الى دتشات ثانيه مختلفه، بنشوف وياكم هني عندنا الاسماك الموجوده طبعا، عندنا اليوم القباب هني. السلام عليكم، كيف حالك؟ كم القباب اليوم بيه؟ القباب سقي 30 كبير 25 30 و 25 30 و 25 اليوم عندنا اسعار اسماك القباب مشاهدينا الكرام، والاحجام طبعا هذه اللي فيها ما يقارب بين الكيلوين او كيلو ونص، وهني بيكون تكون الاوزان تقريبا بين 3 كيلو او شويه بعد ايضا بين كيلوين ونص، او عفوا 3 ونص كيلو تقريبا. بننتقل وياكم ايضا متابعينا مشاهدينا الاعزاء ومستمرين وياكم في جولتنا الصباحيه في سوق الجبيل، مثل ما تلاحظون ما شاء الله اقبال كبير اليوم على اسماك الشعري، بما ان اليوم السعر طيب والسعر على تقريبا 20 درهم متابعينا الاعزاء. انا باوصل لكن ما ابغي نفس الوقت اخرب على الزباين اللي موجودين هناك في هذا او على هذه الدكه مشاهدينا الاعزاء. بنكمل وياكم الحين بنشوف شو عندنا هني من الاسماك اللي توفرت اليوم في هذا السوق الجميل وهذا السوق الرائع. عندنا اليوم ما شاء الله ايضا اسماك الحدي، وعندنا هني ايضا اسماك مختلفه. السلام عليكم بيه، كيف حالك؟ ما شاء الله، بكم الحدي اليوم؟ هذا كيلو 30 درهم كيلو. على 30، الحدي اليوم على 30 درهم اليوم عندنا الحدي مشاهدينا الاعزاء، والحدي طبعا من فتره هذا سعره ثابت على 30 درهم، وعندنا جش الجول او الفرو هنا كم ما شاء الله؟ جش فرو هذا كيلو 20 درهم كيلو. على 20 الكيلو. ايه. على 20 درهم، وعندنا ايضا الفسكره. هذا فسكر كيلو 20 درهم. على 20، فسكره اليوم ايضا على 20، قبل سومه كان على 30 و25، لكن اليوم على 20 درهم، وعندنا هناك ايضا الحمره.
حمراء كيلو 25 درهم 25 الحمراء اليوم على 25 درهم سعر الكيلو الكبار لكن الصغار على 50 والكبار على 25 درهم للكيلو وعندنا ايضا هني القفدار كم القفدار هذا كيلو 40 درهم كيلو. على 40 القفدار اليوم على 40 درهم وهناك عندنا ايضا الهامور هامور 35 درهم كيلو 35 درهم الهوامير اليوم عندنا بين 40 الى 35 درهم سعر كيلو الهامور شرا ما تشوفون عندنا اليوم اسعار الطيبة مشاهدينا الاعزاء اسعار جدا مناسبه الشعري ب 20 الهامور عندنا من 40 الى 35 درهم ما شاء الله تبارك الرحمن وعندنا ايضا انواع مختلفه وانواع كثيره من الاسماك اللي وصلت عندنا اليوم في الفتره الصباحيه شرا ما تشوفون عندنا هناك النقرور وعندنا ايضا البياح وعندنا الجش الجول اليوم بعد ما شاء الله متوفر بكميات طيبه وايضا احجام مختلفه مشاهدينا الاعزاء احنا مستمرين معاكم مع الاخوان مع الزباين اللي موجودين عندنا في سوق الجبيل اللي طبعا يسوقون في هذا السوق الرائع والجميل والمميز وصلنا عند اخونا هني علي علي سلام عليك ابوي كيف حالك ما شاء الله اليوم عندك الينم وعندك الصافي صافي ابوي شو اسعارهم صافي 15 كيلو 15 درهم 15 والينم الينم كيلو 10 على 10 ما شاء الله وعندك كم هنا سلطان ابراهيم كيلو 25 25 نعم. 25 درهم العندقه ما شاء الله اليوم على 25 والسولي كم واصل عندك؟ هذا يعني مخلوط كيلو 17 سولي وشعري سولي وشعري كم 15 17 17 درهم عندنا والحدي كم عندك؟ الحدي 30 اخوي 30 الحدي اليوم على 30 الحدي ما شاء الله على 30 درهم هني بنراويكم الفرق بين العندقه وبين ايضا الحدي شوفوا هذا الفرق نعم فيها الشعروفة أو يحد يسميها الشنب هني نعم على 30 وهني 25 30 و 25 هذا الفرق بين أسماك الحدي وأيضا بين أسماك اللي هي العندقة مشاهدين الأعزاء عاد الإخوان عندنا العرب يسمونها سلطان إبراهيم سواء هذه السمكه أو السمكه الثاني وعندنا أيضا اليوم ما شاء الله الميد كم أبوي علي ميد كيلو 10 حبيبي على 10 ما شاء الله 10 7 درهم 12 درهم يتغير السعر بين فترة وفترة وحسب الكميات واليوم على 10 دراهم اخر مره سامينهم تقريبا بين 12 او 9 دراهم تقريبا وهني عندنا فسكره فسكره كيلو 20 اخوي على 20 على 20 درهم اليوم الفسكره الفسكره طبعا اليوم نازل سعره مثل ما خبركم على حصلنا عدتش الثاني هناك على ايضا اليوم ب 20 قبل الصوم على 25 و 30 وعندنا ايضا الجول هنا ما شاء الله كم الجول كيلو 20 اخوي على 20 وصال والقفدارة هذه قفدارة كيلو 30 أخوي على 30 والنقرور كم واصل اليوم؟ نقرور 20 على 20 والسجل؟ السجل 15 15 وهامور هذا ما شاء الله العود؟ هامور 35 كيلو 35 35 درهم اليوم والحمرة ب 20 الحمرة اليوم مثل ما عرفنا شيء ب 20 وشيء ب 25 وأيضا شيء على 50 درهم مشاهدينا الأعزاء والأسعار طبعا على حسب الأوزان أو أحجام الأسماك مشاهدينا الأعزاء بالذات عندنا الهوامير الهامور اذا كان عود بين تقريبا ال 10 كيلو فوق ينزل سعره مباشره الى ال 30 وتحت ال 30 احيانا يوصل تقريبا بين ال 25 اذا كان حجم كبير، لكن اذا الاحجام اللي هي شويه تعتبر الوسط يكون سعره بين ال 30 الى 35 درهم، وهني عندنا ايضا دشه القشريات او الربيان مشاهدين الاعزاء شرم ما يشوفون عندنا اليوم، ما شاء الله الفلاور او التايجر فلاور هنا شوفوا الاحجام الكبيره والكيلو على 100 هذا ابوي سلام عليك سلام كيف حالك الحمد لله ما شاء الله ب 100 اليوم ايه على 100 على 100 درهم كم حبه الكيلو ممكن هذا 8 حبات 8 حبات تقريبا 7 8 حبات 7 الى 8 حبات تقريبا وعلى 100 درهم والفلاور هنا كم صغار الوسط 75 75 وعندك شو بعد تايجر هذا في 75 تايجر في اسود في جامبو جامبو ابيض كم 75 تايجر تايجر 75 بعد 75 و 75 اليوم ما شاء الله 75 و 75 عندنا فلاور 65 بعد على 65 الفلاور على 65 طبعا الاحجام وهني عندنا الجامبو الابيض 65 على 65 ايضا اليوم الاسعار مختلفه ما شاء الله شرا ما نشوف وهني عندنا الفلاور الصغار صغار 50 درهم على 50 واسكامبي اليوم كم؟ اسكامبي نعم كم بعد واصل؟ هذا 55 55 الاسكامبي دائما سعره يعني بين 60 50 و 55 درهم وهذه من القشريات المستورده تينا طبعا من دول اسيا مشاهدين الاعزاء واليوم على 55 درهم سعر الكيلو وعندنا ايضا دشه ثانيه ايضا مختصه في بيع القشريات ترى ما تشوفون عندنا هني ما شاء الله الاحجام الكبيره من نفس الفصيله لكن هذه الاسكامبي الكبار هنا السلام عليك ابوي كيف حالك؟ الحمد لله ما شاء الله 65 هنا؟ لا 65 هذه الكبار شويه نعم هذه الكبار على 65 درهم اليوم سعر الكيلو ما شاء الله من
ربيان او قشريات الاسكامبي مشاهدينا الاعزاء. وهني عندنا ايضا الفلاور، كم هنا؟ فلاور كيلو 50 على 50، الفلاور على 50. جامبو الابيض هذا كيلو 65، 65 درهم. الفلاور الصغار او الوسط هذا كيلو 65 على 65 بعد. وهناك عندنا الجامبو الابيض هذا شوي كبير، هذا كيلو 75 الكيلو على 75. طبعا الوزن والاحجام تختلف وايضا الانواع مشاهدينا الاعزاء، حسب كذا يكون السعر دائما بين النوع والاخر والحجم والاخر يكون فرق. وهني عندنا فلاور وسط هذا وسط 75، 75 جامبو هذا كيلو 85، 85 ما شاء الله. الاحجام طبعا شويه الكبيره هذه على 85 من فصيله التايجر. وعندنا ايضا التايجر هنا الاحجام الكبيره هذا كيلو 100 درهم يعني على 100، يعني هذا 6 إلى 7 حبات تقريبا من الربيان مشاهدين الأعزاء. طبعا الكمية على حسب الوزن اللي تبغونه من هذه القشريات، تبغي كمية أقل تبغى زيادة على حسب طبعا. وتروم أيضا تحط على الميزان ويمشي عندك الوزن أو حتى السعر، فأنت تختار تبغي بهذا السعر، تبغي تزيد، تبغي أقل، ما عندك أي مشكلة إن شاء الله مع الإخوان هني في سوق الجبيل. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، طبعا نحن بنختم وياكم هذه الجولة وهذه الفقرة الجميلة والرائعة من سوق الجبيل ومن أيضا دكة الربيان أو مثل ما نقول نحن القشريات. ونشوفكم إن شاء الله في حلقات وفقرات قادمة، نتمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم هذه الفقرة مشاهدينا الأعزاء. حياكم الله ومع السلامة.